مساء الخير نهى معانا. ايوه نهى صبري. نهى صبري اتفضلي يا نهى. محمد مواليد 24/9/1900. لحظه يا نهى مساء الخير. مساء النور. طيب قولي لي نهى خانم اشتغلي حضرتك؟ لا ربه منزل. ربه منزل. طيب انت صار لك يومين ثلاثه بتعيطي ليه بقى؟ لا زعلانه ليه؟ لا 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 مش زعلانه، ده انا بنتي اهو تتخرج الحمد لله. لا بس انت في حاجه من جواتك دايما بتزعلك، يعني ما بتبكي قدام حد، بينك وبين نفسك. الحياه. الحياه. طيب اتفضلي ست نهى، عايزه تساليني على ايه؟ الحياه عامه ما هي هتبقى ايه يعني، ماديا ولا عمليا ولا ايه ولا في ال... ماديا وعمليا كل حاجه، اتمنى الحياه تبقى حلوه بس. أي بس انت بصي هي الحياه حلوه بس انت كمان تقدري تساعدي نفسك تساوي الحياه احلى. طيب برجك ايه؟ انا 24/9/82. 24/9 مرتبطه؟ انا متجوزه، بنتي اهوت هتتخرج من الجامعه الحمد لله. الله يخلي لك اياها. طب انت فتره مريتي بمشاكل صحيه ايه يا نهى؟ يعني شويه معدتي شويه كده، الحاجات طبيعيه. بصي ظروفك المادية هتتحسن، عندك عندك نقل بيت جديد ان شاء الله. ان شاء الله قريب يا رب. لسه بجهز فيه. بتجهزي؟ بتجهز. ان شاء الله الف مبروك وتشوفي عليه خير يا رب. طيب يا نهى انت عندك مشاكل عائلية مع اهلك ولا جوزك؟ يعني هو المشاكل عامة ما بين الواحدة وجوزها بيبقى اكيد بيبقى في حاجات كده. طيب بس في حدا عيان، انت عند عيلتك حدا عيان ولا عند بيت جوزك؟ لا بابا تعبان وعمي تعبان. طيب على خير ان شاء الله. بصي بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت شكلك متفائل كتير وعايزه تتفائلي اكتر يا نهى، لانه فترات بترجعي شوي لورا وفترات بتكوني متقدمه. انا عايزه منك بس تقريلي صوره النور حتى تكوني سعيده اكتر من كده. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك. الو الو معانا الاء. اتفضلي يا الاء. الحمد لله. بصي هو انا عايزه اسال سؤالين، واحد ليا واحد لاختي. ممكن؟ اتفضلي. ماشي. عايزه اسال اول حاجه ليا انا 24/2/2005، هل هدخل كليه تجاره من المعهد ولا لا؟ 2005. مش فاهمه سؤالك ايه يا حبيبتي. عايزه اربع قولي تاني. أربعة أنا عيد ميلادي 24/2/2005. أيوة. هل هدخل كلية تجارة من المعهد بتاعي ولا لأ؟ هتدخل كلية تجارة من المعهد بتاعها ولا لأ؟ أنت عايزة تدخلي ما؟ لأ. لأ أنا عارفاني. ليه سألتك؟ هبدأ أقول لك لأ. عايزة تدخلي إيه بقى؟ عايزة أدخل كلية تجارة. تدخلي تجارة؟ طب انتي علاماتك شوي ناقصة يا، عندك علامات ناقصة؟ علامات ازاي؟ يعني انتي دلوقتي اخدتي الثانوي صح؟ طيب في عندك مادتين مش جايبة يعني علامات حلوة، يعني مش جايبة درجات حلوة، قصدها جايبة فيهم درجات مش حلوة؟ في السنة دي ولا في الثانوي؟ لا في الثانوي. في الثانوي انا مش جايبة درجات حلوة. طيب لا ان شاء الله هتدخلي، بس بصي حظوظ الموضوع بتاعك فيه حظ، يا يا لا، بس ان شاء الله باذن الله.